say MR. Feel good now. When you're struggling, finding your way, look for MR. Feel good now. Now that you know which way to go. أطعمة تجنب تناولها في رمضان. ننصحكم بتجنب تناول الأطعمة التالية والتي من الأفضل أن نقوم في هذا الشهر بالابتعاد عنها: بعض المشروبات والمأكولات التي تمنحنا شعوراً بالجوع والعطش والتعب، المشروبات الغازية. الكثير من الناس تجدهم على الإفطار يتناولون المشروبات الغازية، والمشكلة أن هذه المشروبات مليئة بالسكريات والمواد التي تضر الجسم، حيث تزيد من الدهون في الجسم ولن تفيده على الإطلاق، لذلك يفضل استبدالها بعصائر طبيعية. إن استهلاك المشروبات الغازية بشكل منتظم يرتبط برفع خطر الإصابة بالسكري، فالمحليات الصناعية والملونات المضافة لها تقلل من حساسية الأنسولين، عندها تبدأ مستويات الجلوكوز بالارتفاع وتتعرض للإصابة بالسكري. الأطعمة المالحة. الأطعمة المالحة معروفة بأنها تقوم بحبس الماء في الجسم، لذلك يجب الابتعاد عنها، كما أنها من الأطعمة التي تشعرنا بالعطش بشكل كبير، لذا يجب تجنبها وقت السحور حتى لا نشعر بالعطش أثناء ساعات الصيام. كما يؤدي تناول الأطعمة المالحة إلى رفع ضغط الدم بسبب نسبة الأملاح العالية الموجودة فيها، وينصح بتجنبها خلال شهر رمضان. المخلل. شأن الأطعمة المالحة فهو مليء بالصوديوم، والإكثار منه مضر جدا بالصحة ويشعر الشخص بالعطش. الأطعمة المعلبة. إن أخطر أنواع الدهون على صحة الإنسان على الإطلاق هي الدهون المهدرجة والتي تتوفر في الأطعمة المعلبة. الدهون المهدرجة هي تماما مثل الدهون المشبعة، مضرة بالصحة وقد تتسبب في رفع الكوليسترول في الجسم، فقد كشفت الأبحاث أن استهلاكها يسرع بشكل ملحوظ من عملية التصلب وتضيق الشرايين. بعد صيام أكثر من 15 ساعة، فإن الجسم يحتاج إلى العديد من المصادر الغذائية التي بالتأكيد لن نحصل عليها بشكل كبير من الأطعمة المعلبة، فلذلك يفضل تناول الأطعمة الطازجة والابتعاد عن المعلبة بقدر الإمكان. الأطعمة المقلية. تجنب تناول السمبوسك أو المقليات على السحور، لأن الأطعمة المقلية تشعرك بالثقل وعدم القدرة على الحركة. تحتوي الأطعمة المقلية على كميات عالية من الزيت والتي من شأنها أن تسبب السمنة وأن ترفع من مستوى الكوليسترول في الدم. الأطعمة الغنية بالتوابل. الأطعمة الغنية بالتوابل قد تسبب حرقة في الفم والأمعاء، وذلك بسبب مواد خاصة يحتويها الفلفل الحار تعرف باسم الكابساسين، ويمكن أن تسبب تهيج بطانة الأمعاء والمعدة، وعادة لا يتم هضمها هذه المواد في الجهاز الهضمي. الأطعمة الحارة والغنية بالتوابل تزيد من الشعور بالعطش، لأنها تزيد من الحموضة والحاجة إلى شرب الكثير من المياه، لذلك لا تضيف الكثير منها على أطباق السحور. الحمضيات. تجنب الحمضيات لأنها تسبب حموضة المعدة، وكذلك تصيبنا بالغازات وتعمل على انتفاخ القولون. حرقة المعدة، أو كما تعرف بحموضة المعدة، إحدى المضاعفات الصحية الشائعة التي يمكن أن تنشأ خلال فترة صيام رمضان بشكل خاص، وهي حالة يتم فيها، وهي عبارة عن ألم حارق بأسفل عظمة الصدر، وعادة ما تحدث نتيجة الإصابة بالارتجاع المعدي المرئي، وهي حالة قد تظهر في رمضان وقد تتفاقم خاصة بعد الإفطار، وذلك كنتيجة طبيعية لامتلاء المعدة والإصابة بالتخمة بسبب الانقطاع عن الطعام لفترات طويلة. Say MR, feel good now. When you're struggling, finding your way, look for MR, feel good now. Now that you know which way to